سي نجاح مساء الخير. بارك الله فيك. مرحبا. بلغ العلم ديالنا اليوم انك تعرضتي للاهانه وتعرضتي للظلم والاحتقار طرف السلطات المحليه، بغيناك تعاود لنا باختصار اش وقع اليوم. اليوم اول حاجه غادي نقولها، انا ساكن في الدار وزياده في الدار هذه ياك، واليوم تفاجات لانني كنمشي للترويد تندير الترويد، تفاجئوني السلطات بانهم تيجيو للدار ديالي وباغيين يفرغوني من الدار ديالي. انا عندي السكن ديالي الفوق وتنسكن في الطابق السفلي، وما عنديش القدره انني نطلع للدار ونهبط، لان الدراري صحابي كل واحد يشتغل، اللي غادي يهزك اليوم ما غادي يهزكش غدا، وممكن ان اي واحد يقدر يطيحك في الدروج. سكنت اليوم الباشا تيهددني انه يخرجني من الدار وباغي يخرجني للزنقه، وانا من ذوي الاحتياجات الخاصه وما عنديش ليك فني وما عنديش تغطيه صحيه، يعني هانتي تنشوف فيه بانه ظلم. وهذا ما جاني لا اخطار، ما جاني لا حكم قضائي، وجا الباشا ومعاه السلطات والمقدمين وهددني وما خلانيش ندخل الدار، وكنت انايا خاصني نشرب الدواء وما خلانيش نشرب الدواء، ولدرجه انني كنت غادي نغيب وغنقول حسبنا الله ونعم الوكيل. شحال من سنه كتسكن في هذه المنطقه هذه؟ انا زياده وخلوق هنايا، عندي 38 سنه انا في هذا الدرب هذا، وكنت صحيح وتعرضت لواحد الحادثه في اوزود وليت مقعد، وتنسكن في الطابق السفلي، يعني ما عنديش القدره انني نبقى نطلع ونهبط، وما عنديش القدره انني باش نكري مثلا شي محل ما يكون في السفلي ولا شي حاجه، سكنت في دارنا انا طابق سفلي يلاه غيدواتيني، ودرت الولوجيه تمايا باش ندخل ساهل ونخرج ساهل، وتنخرج للصلوات ديالي، وبغيت نعيش بحالي بحال المواطنين العاديين. انا واحد النهار اللي ما كنتش نسكن في الطابق السفلي ما خرجت شهرين ما خرجتش، يعني ما خرجتش ما شفتش الزنقه كي دايرين، وهذا راه ماشي حق هذا. والسبب الرئيسي ديال هذا المشكل الجو عندك اليوم بالضبط، عاودينا شرحنا علاش جاو عندك السلطات اليوم باش خبروك؟ ما خبروني ما والو، اول حاجه انهم اعتقلوا الخال ديالي طلعوا الفوق، هذه سياسه ديال لي الدرع، لان خالي ملي شدوه الفوق جاو واش غادي نديروا؟ هذاك الراجل اللي تيهضر على الناس وتيناظر مع الناس، اجي نسكتوا بهذه الطريقه التعسفيه، اجي اش نديروا؟ هذاك الدري اللي تيستافد من الطبق السفلي وهو مدوج احتياجات الخاصه، وخاصهم يشوف يراعيوا ليه الظروف انسانيه، كاع اول حاجه يراعيوا ليه الظروف انسانيه، يقولوا هذاك السيد مقعد. وهنا كاين اختلالات بزاف، ماشي اول دار اللي كاينه هنا محلوله هي دارنا، راه كاينين العديد ديال الدور اللي هنا محلولين، كاين العديد ديال الدور اللي هنا اللي اهله للسقوط، كاين العديد ديال الاختلالات، كاين الناس مقصيين، كاين الناس اللي مطلقات وتقصاو، وكاينين المطلقات اللي استافدوا، كاينين الناس مهجرين اللي استافدوا، وكاينين المهجرين اللي ما استافدوش، وكاينين الناس اللي ورثه انهم استافدوا من الاستفاده، وكاينين الناس اللي تما ورثه وما استافدوش. علاش؟ لان قال لهم حنا كانت شدكم العمران دابا بقات لا استفاده لا والو. استاذ نجاح، كلمه ختاميه والمطلب ديالك. انا الكلمه الختاميه ديالي اللي بغيت نوجهها هي هاد الناس المسؤولين، والمسؤول الاول هو الباشا والمقدمين والمخزنيه، اللي انا مشيت نمارس الترويد ديالي وجيت تفاجئوني بانهم تيقولوا لي ما تدخلش للدار بلا اخطار بلا حكم قضائي، وتيقولوا لي بانك غتفرغ هاد الدار هذه ماشي من حقك. انا هاد الدرب هذا راه تزاديت فيه، وهاد الدار هذه راه كبرت فيها من حقنا. شوف دارنا هذه وكبرنا فيها، انا خالو كبرنا فيها وتزدنا هنا، انا في عمري 47 عام. نهار الجمعة كتجيني السيدعة من الكوميسيرية من عند صحاب لابيجي، قالوا لي حيت غير سبت واحد وما تجيش، اللي نهار الاثنين ما ساليتش، اليوم الثلاث غنمشي، حتى جا وقفوا عليا عطوني سيدعة أخرى، ثاني سيدعة، مشيت مع ال 12 عمروا لي المحلات هنايا، هادشي ديال المحلات واش كانوا مسدودين؟ قلت لهم كانوا مسدودين وحليتهم، نظرا اللي عندي واحد الدري عند الدرية أختي كيسكن في الطابق الأول باش نهودوا السفلي باش ما يبقاش محلية الدراري في طلع هبط. حليتهم وانا كمول المحل، لان هاد الورثه اللي عندي كل ما انا عندي عليهم وكاله مفوضه، وهذا محالنا. حلينا هاد المحلات لان الكريم اللي كيستافد كيسدوا المحل من برا كيسدوه، وحنا كممولين المحل الناس راه بغاو يمنعونا من محلاتنا، حنا ما غادي نكريوهم ما غادي نديرو فيهم حتى حاجه، حنا بغينا نتوسعوا فيهم، نظرا لهاد السيد معاق كيطلعوا الدراري للبروميير ويهودوه. حليت لي هاد السفليه ودرت لي باب برا باش يدخل ويخرج يصلي مع راسو، وصوت لي العزبه برا باش يدخل بالكروسه ديالو ويخرج، ما يغوتش على حتى واحد، لان كيغوت ما كيلقاش الناس، بحال واحد الخطره شهرين ما خرجش. هادشي علاش حليت لي انا السفليه. اليوم عمروا لي سيدي الدوسي ديالي، كاين بقاو تما شاديني. واحد الوقت كنهز التليفون ديالي كنعيط مع جوجونس، ملي كنعيط مع جوجونس لواحد السيد صديق ديالي قلت له ودي راه ما حنتكم بقيتوا برا في الزنقه، قال لي لا راه روينا نايضه قدام باب، راه الباشا والسلطات جايين غيسدوا لك المحل. انا ما كاينش في محالي، كاين غير ولادي وجاو تهجموا لي على محالي،
ودخلوا لي على مرتي اللجنه كامله بقيدها باشا بالمقدمين المنطقه ديال بالمسيك من مسيك درب خليفه الزنقه 57 رقم 49 المنطقه 56 لقيتهم سيدي عيط لي السيد انا بقيت كنتركب في الكوميسيريه تمايا بقيت انا كمنوض صداع تما كنقول لهم شوفوا هذا الراجل هذا راه ما ياخذ اي ضمانات عليا اي ضمانات ندير التزامات لان محلي انا ماشي غنكريه ماشي غنكريه حنا غير مستعفيه يجيب الله الفرج هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو اللي فاجئوني هاد الناس تجاو لي المحلي اليوم دخلوا لي على ولادي كلشي خلاو لي مخلوع وانا كممثل تاع الساكنه بحال كوا حيت كندوي على على الحق وكندوي على المشاكل اللي طاريه في الدرب وفي راسي داكشي اللي طاري من الزنقه واحد حتى الزنقه 11 خصهم هما يديروا لي بحال ما هكا ويلوا لي دراعي ونهار الخميس مقدميني على قبل على قبل على قبل هاد المحالات ديالي ومقدميني عليه نهار الخميس مع 8 انا مقدم للمحكمه على ديالي راه ديالي وارد ديالي كما ارد ديالي وهو موت انا ارد ديالي بان ما صادر في حقي حتى شي حكم تاع الافراغ باش غيجيو لي المحالي وانا كنطلب من جلاله الملك يتلفت عندنا لدرب الخليفه ويتلفت لهاد الخروقات ويتلفت لهاد الضعفاء اللي راه حنا ضعنا في حقنا ضعنا في حقنا ضعنا 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 في حقنا اللهم انا هذا منكم وليدي هاد الناس تعدوا علينا وكرفصونا ومحنونا العسري وبن المدن ورئيس الدائره هما اللي تكرفصوا على هاد الحفره وكلها كرفسوها اللي عطى الفلوس خاد واللي ما عطاش الفلوس خاد انا جيت وليدي انا وحده من هذا الدرب هذا ومنين شفت هذا الدري هكا داروا لي هذه الحاله اليوم وخالو اعتقلوه جينا وقفنا معاه وراس الدايره بسنا ليه رجليه وبسنا ليه يديه باش يسامح هذا الدري حلف وقبع لي اليمين الا خلاه دخل مع الباب هذا هو اللي كاين وتكرفسوا على هذا الدري وتنشكيو بهم لله ويحيى الملك